تواصلت المواقف السياسية المؤيدة لدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لعقد اجتماع سياسي بعد عيد الفطر المبارك، حيث قال رئيس ائتلاف النصر في محافظة نينوى خالد العبيدي أن الدعوة جاءت في وقتها المناسب لتبحث عن مخرج وطني سريع لحل هذه المشكلة التي قد تضيف لأخطاء العملية السياسية خطأ جسيما آخر يعقد الوضع في العراق أكثر. ودعا العبيدي إلى أن يتضمن الاجتماع الذي دعا إليه العبادي مناقشات لإطلاق حوار يؤسس لمشروع وطني شامل يعيد تقييم مدخلات ومخرجات العملية السياسية لإيجاد حلول تشريعية وتنفيذية للأزمات المتراكمة التي باتت تهدد العراق وشعبه.